مع حضراتكم مرة تانية مشاهدينا، وزي ما حضراتكم متعودين كل يوم خميس بنكون مهتمين جدا بأننا نتكلم عن التنمية البشرية، نتكلم عن جزء اجتماعي مهم جدا، نتكلم عن حاجة حلوة نحاول نتعلمها ونحاول نفهمها علشان نقدر نستخدمها مظبوط. في فرق ما بين التضحية وفرق ما بين التنازل. أعتقد أن التضحية في حياتنا موجودة بشكل كبير جدا، مفيش حد فينا ما ضحاش، ولكن هل الإنسان لما بيضحي مرة بيضطر أنه يعيش بقية عمره بيضحي؟ هل فعلا في فرق ما بين التضحية والتنازل؟ كلام كتير جدا وأسئلة كتيرة جدا هنطرحها على ضيفتنا الكريمة الأستاذة حنان غزالي، مدربة التنمية البشرية. أستاذة حنان صباح الخير. صباح النور. وأهلا بحضرتك. وهل في فرق ما بين التضحية والتنازل، ولا التنازل هو جزء من أجزاء التضحية، أو ممكن يكون نموذج من نماذج التضحية؟ في الأول لازم نفهم أن في فرق كبير قوي ما بين التضحية والتنازل حقيقي. لكن الأول مفهوم التضحية، هي التضحية عبارة عن مشاعر وعواطف ومجموعة من العطاء بداخل الإنسان بيقدمها لشخص آخر أو لجهة ما، بس من غير انتظار أي مقابل. لكن التنازل بيكون انت بتقدمي حاجات وبتقدمي تنازلات بس في مقابل شيء، يعني بتتنازل عن شيء مقابل شيء. فبيبقى هنا في فرق بين التضحيه والتنازل. بيكون الفرق احيانا في ناس بتنازلوا عن حاجات ويقولوا انا ضحيت، لكن في الحقيقه هم مش بيضحوا، هم بيتنازلوا مقابل حاجه تانية شايفين انها هتكون احسن او افضل ليهم في الفتره القادمه. لكن التضحيه دي مفهوم نبيل، يعني غالبا كل اللي بيضحوا بيبقى فيهم نبل وعطاء. بيبقوا زي لو هناخد امثله عن العطاء او التضحيه. التضحيه زي الام بتضحي بوقتها، بتضحي بالنوم والراحه، بتضحي بمساعدتها احيانا مش مقابل، مش مستنيه مقابل، بتضحي للاخر. لابنها، لاولادها. كذلك الجنود او القائمين على حمايه الوطن بيضحوا بارواحهم في مقابل. هل دي بتعتبر تنازل؟ طبعا مش تنازل، تضحيه. تضحيه. اذا فالتضحيه والتنازل، التضحيه هي العطاء بدون مقابل، اما التنازل فهو انه الانسان بيتنازل عن شيء في مقابل، شيء اخر، يكون في مردود او يكون في رد عن التنازل اللي هو تنازله. ده صحيح. هل الانسان اللي بيضحي النهارده ليه مكان؟ هل التضحيه النهارده موجوده؟ هل حضرتك شايفه ان سلوكياتنا المجتمعيه لسه فيها التضحيه؟ طبعا فيه، بصرف النظر عن الامومه، لان الامومه هي غريزه. لا انا مش الامومه، خارجه عن الاراده، ولكن انا بتكلم في السلوك الشخصي للبني ادمين. هل النهارده في الناس اللي عندها استعداد تضحي؟ في كتير ناس عندها استعداد تضحي، ولازم كمان احنا نفضل ننظر النظره الايجابيه دي على طول. ويكون عندنا يعني حتى احنا يعني ممكن ندي مفهوم التضحيه لاولادنا، علشان على طول يفضلوا يضحوا. وكمان لازم نقدر اللي بيضحي. نعم. اللي بيضحي ده علشان نحافظ على هذه الصفه الجميله. وبعدين التضحيه يعني لما بتكون يعني مرتبطه بالتضحيه لله فقط، يعني لله وليس لاي حد، هو ده. لذلك لازم يكون الموضوع الديني موجود. لا موجود طبعا، في مضحيين كتير موجود. جدا طبعا. احنا موجود. ده احنا عشنا في فترات حياتنا وفتره السنوات اللي مضت دي، وما زلنا في تضحيات كبيره جدا جدا. في حد بيضحي بنتيجه فكره، فكر سياسي، فكر ديني، ناس بتضحي بارواحها. ايوه. فيبقى ازاي ما فيش تضحيات؟ ده احنا عايشين في زمن من التضحيات، واحيانا التضحيه بتكون مش حقيقيه، زي اللي بيعملوا عمليات انتحاريه، يعني بيضحي بروحه. بس هل هو مفهوم التضحيه عنده كان حقيقي؟ يعني هو كان يستاهل هذا الموقف انه يضحي بروحه مثلا؟ هو مش منتظر مقابل ولا منتظر اي حاجه، خلاص مات، ماذا ينتظر بعد الموت؟ لكن موجود. بس اهم حاجه ان احنا نوجه هذا الاحساس الجميل بداخل، ومشاعر الانسان، المشاعر الجميله الفياضه بداخل كل انسان خير، نوجهها صح. نعرفه القيم الصحيحه، نعرفه المفاهيم الصحيحه، لان احيانا في ناس بتضحي تضحيه كبيره جدا في اشياء يعني بعيده كل البعد عن القيم، بعيده كل البعد عن المردود الايجابي عن المجتمع. هل احيانا ممكن انه التضحيه تبقى حق مكتسب؟ هل ممكن احيانا الانسان المضحي يستخدم او تستخدم التضحيه دي ضده؟
يعني في بعض الناس بيضحوا جدا جدا جواهم مشاعر جميله قوي قوي، لكن في هناك اخرون يبتزوا هذه المشاعر بالظبط، وبيشوفوا ده بيضحي انا اخد اكسب منه على قد ما اقدر، وده يعني شيء منتهى السوء. اعتقد انه بيكون شيء سيء جدا في المجتمع، وقد يؤدي الى ان الشخص اللي بيضحي ده يعني يدخل في مرحله اكتئاب ومرحله من ما فيش شكر وما فيش اي احساس، هو مش هينتظر شكر، ولكن لو لقى نفسه بيبتز في مشاعره بيبتز في عطائه ممكن يتراجع، ممكن يكتئب، ممكن يعني يبطل يوقف عطاء، هيدخل في مرحله كئيبه جدا جدا. فلازم نفرق، يعني لما نلاقي حد بيضحي وحد بيدي ما نقولش بقى احنا ايه اهو ده يلا ندخله في كل حاجه نعمله كل حاجه، ده مش منتظر حاجه، ده حاجه استغلال بقى، لا ده بتدخل في للاسف الشديد في اشياء سلبيه جدا، بتدخل في مواقف مش يعني هتدمر الاحساس الجميل اللي هو عايزه. هو عايز على فكره، هو بيبقى سعيد داخل نفسه باللي بيعمله، بالعطاء هو بيبقى سعيد داخل نفسه. فلما يبقى هو بهذا القدر من النبل والعطاء والجمال والمشاعر الجميله الرائعه دي، يجي الاخرين يعني يفضلوا عارفه. طب اذا انسان مضحي جدا والناس اللي حواليه ايا ما كانوا هم مين، زمايله في الشغل، حاجه في حياته مثلا شخصيه، اصحابه، بيستغلوا تضحيته، هل عليه انه يستمر في التضحيه؟ لا، هو ولا اذا تم استغلال التضحيه دي بشكل غير مظبوط المفروض ان هو يتوقف عن العطاء؟ هو لن يتوقف عن العطاء، هو هيظبط عطاءه فين؟ يعني ما ينفعش انا يعني اطلع كل مجهود وكل عواطف وكل لاناس مش مقدرين النقطه دي، او بيبتزوا كل حاجه وياخدوا كل وقتي، ما انا عندي حاجات تانية ممكن ادي فيها. كمان هو لازم اول عطاء يعطيه لنفسه، ان لم يعطي نفسه ويعطي نفسه حقها ويضحي من اجل نفسه، انا نفسي دي مسؤوله، انا مسؤوله عنها. ما ينفعش ان انا مثلا يعني ابقى عيانه وهموت وعشان انا عندي حب العطاء اقضي على نفسي علشان خاطر انا بدي، انا دلوقتي انا خدت حق نفسي. فده برضو لازم يكون كل حاجه مقننه، لابد من التقنين في كل شيء، في العطاء، حتى في التنازل. مطلوب مننا نتنازل احيانا علشان الحياه تمشي، مطلوب مننا نتنازل عن حاجات مقابل حاجات، وده من نوع من الذكاء، ما فيهوش اي شيء وحش. المسموح في التنازل، يعني المسموح في التنازل ما يكونش تنازل عن الاخلاق. انا اعتقد ان التنازل فيما يتعلق في مسائل اخلاقيه فده بيكون تنازل عن كل شيء، تنازل عن الحياه بصوره عامه يعني. يعني لازم يكون التنازل في قدر من الذكاء وقدر من التقدير، يعني ما ينفعش اتنازل مثلا عن حياتي مع اولادي في سعاده جميله علشان انا هسافر بره اجيب فلوس. ما هو ده تنازل كبير قوي، ده هيضيع كتير قوي. هيضيع كتير، لازم الواحد يكون عنده ذكاء في تنازلاته، ما تنازلش فعلا. انا بشوف اسر كتيره قوي، اب يترك ابنائه ويسافر علشان يجيب لهم فلوس، هو تنازل عن حاجه كبيره جدا مقابل الماديات، ممكن يا دوب الماديات دي تعالج ما سيحدث من تشقق اسري او تشقق في العائله وفي عواطف هو شخصيا، هو نفسه كمان. الانسان اللي بيتنازل، واحنا اتفقنا من البدايه انه المتنازل هو غير المضحي، المتنازل هو انسان بيتنازل عن حاجه في مقابل حاجه ثانيه او في مقابل حاجه ثانيه من وجهه نظر نكون احسن يعني. بالظبط. هل المتنازل ممكن يكون اذكى من المضحي؟ هو مش اذكى، هو المضحي ده ما بيدخلش تضحيته في داخل في كيف فكره ذكاء او لا، هي دي مشاعر نبيله، مشاعر يعني اخلاق شخصيه جميله، ارتباط بربنا. وبعدين المضحي ده بيبقى عارف كويس، او هو بيقدم حاجه، في حاجه اسمها الكارما، هو هيعمل كارما النهارده هتترد عليه بكره، يعني كل ما يعمل خير هيرجع له خير. بالزبط. كل ما يعمل حاجه حلوه ما بيبقاش منتظر المقابل المادي، او ما بيبقاش منتظر رد الفعل عن التضحيه اللي هو بيقوم بيها. ده صحيح، هو مش منتظر حاجه، بس هو اكيد جواه عارف كويس قوي انه هو هيعمل خير هيلاقي خير. فلازم يبقى ما يحسش بنفسه. وبعدين المضحي ما بيحسش ان هو مضحي على فكره، مش حاسس، هو ما بيقولش انا ضحيت. ما لو قال انا ضحيت يبقى هو دلوقتي عايز حاجه في مقابل. يبقى كده ما دخلتش في قصه تضحيه او حاجه زي كده. هو المضحي ما بيحسش ابدا انه بيضحي، الناس اللي حواليه بيحسوا. فلازم نقدر احنا لما نكون نشوف واحد عنده تضحيات كبيره بيقدمها، مش لازم نقسى قوي عليه وناخد اكبر قدر ممكن من تضحياته، لازم يكون عندنا رفق بيه
وكمان نتعلم منه ونعطي احنا الاخرون لازم نعطي ونتعلم ونعلم اولادنا يعني ايه تضحيه. ازاي نعلم اولادنا التضحيه وازاي نعلم اولادنا العطاء؟ يعني هو من الصغر لازم نفهم اولادنا ان في احنا مثلا هنخرج يعني مثلا زي يوم اليتيم بكره ان شاء الله احنا بنقول لاولادنا ايه؟ هم عايزين يتفسحوا ويخرجوا بتاع، احنا هنضحي بوقت الفسحه بتاعتنا الخاص ونروح نتفسح مع الايتام وننبسط معاهم وندي الوقت ده يعني هيبقى وقت جميل قوي في حياتنا، هناخد معانا حاجات ليهم، هضحي بلعبتك مش لازم انت تجيب اللعبه دي هاتها لاخوك ده، وهو كلنا اخوه كلنا يعني هم محتاجين مننا اصلاح، محتاجين مننا يعني هم اخوان لينا، فلازم نعلم ولادنا من الصغر، وبكره اكبر وقت نقدر نعلم فيه ولادنا ازاي نضحي بحاجاتنا الحلوه نديها لاخواتنا الايتام، ازاي نضحي نعلمهم ازاي الوطن، ازاي تضحيه من اجل الوطن، ازاي لما يطلب مننا ان احنا نحارب ننزل بكل حب من غير ما اقول هاخد كام، انت خلاص انت نازل حرب بتضحي بروحك، لازم نعلمه التضحيه بانه انت علشان تبقى انسان كويس انسان صالح في المجتمع لابد من التضحيه براحتك في النوم، يعني ما ينفعش ابدا افضل نايم انا طول النهار ولا 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 اقول لا انا عايز ارتاح اصلي، لا يعني لازم تضحي بوقت من هذا الوقت النوم ده وروح العب رياضه، روح ذاكر، روح ادرس، روح اقرا كده، فده احنا بنعلمه التضحيه من غير ما يقولش طب هاخد كام، يعني ما نقولوش ما ينفعش ابدا اقول لابني اعمل كذا وانا اديك كذا لاني اديك يبقى انا كده ايه علمته ان مفيش حاجه ببلاش، مفيش حاجه اسمها تضحيه كده، انا نسفت مفهوم التضحيه تماما. في ناس كتير يقولوا كده لا انا هعلمه ازاي يعمل علشان يشتغل علشان احسن ادائه، ده ما فيهوش تحسين اداء، احنا في التربيه يبقى لازم يكون الموقف مختلف تماما، ما ينفعش اقول له يعني انا كمان اخليه يكافئ نفسه بنفسه، يعني انت ضحيت يعني كافئ نفسك بنفسك ما تنتظرش مني مكافاه، يعني فرح نفسك، اشكر نفسك، ابقى فرحان انت عملت حاجه جميله قوي، فسح نفسك عادي، كافئ نفسك بنفسك، كافئ نفسك بنفسك، لا تنتظر مكافاه من الاخرين. طيب خلينا نتكلم عن تضحيه الوطن، هل حضرتك تتوقعي ان الوطن بيستحق مننا او منتظر مننا بعض التضحيات؟ تضحيات في الوقت مثلا ان احنا نشتغل شويه زياده، تضحيات في الاسلوب، تضحيات في السلوك، تضحيات في الحب، في الوفاء، بينتظر مننا ايه الوطن من التضحيه في الفتره اللي احنا فيها؟ عارفه وانت بتقولي الوطن انا حاسه انك بتكلمي عن امي. الوطن لازم نحط الوطن هو الانسان ايه من غير وطنه؟ والوطن ده لو ضاع مننا احنا هنلاقي مين؟ هنلاقي فين نعيش؟ هنلاقي فين مكان يحضننا؟ كل انسان لازم يعرف كويس ان وطنه ده هو الحضن الحقيقي اللي هو حياته. فلازم نعلم ونتعلم وكلنا نعرف ان نبذل قصارى جهدنا علشان الوطن ده يعلو بينا ونحافظ عليه، والا احنا ملناش هويه، هو ده هويتنا. ازاي ممكن الانسان يعرف مهما كان هو انسان مضحي ومهما كان هو انسان يعني بيحب العطاء ومهما كان هو انسان متسامح وطيب وكريم وكل الصفات الجميله، انما ازاي ممكن يختار الحاجه اللي يضحي علشانها والحاجه اللي ما يضحيش علشانها؟ لانه احيانا في ناس كتير بتخسر من التضحيه الزائده او التضحيه الغلط في اختيارهم لشخصيات الغلط، في اختيارهم للموقف الغلط، ولا حضرتك ما بتوافقينيش استاذه حنان في الموضوع ده؟ لا هو في بعض الناس للاسف الشديد بيكون عندها يعني عدم ادراك للمحيط اللي حوله، يعني ممكن بيقدم تضحيات كتير 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 وهو مش عارف ان التضحيات دي مش في مكانها الحقيقي. انت فلابد ان يتوقف وينظر نظره سليمه لمن يعطي ولماذا يعطي. ما ينفعش ابدا، في ناس كتير على فكره بتضحي كتير قوي 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 من اجل قضيه مش هي القضيه الحقيقيه، قضيه مغلوطه. ولذلك لازم يكون في دايما اطلاع، هو لازم احنا كلنا لازم نطلع عن ايه اللي محتاجين، ايه اللي محتاجه منا الوطن، ايه اللي محتاجه منا الحياه، محتاجه مننا ايه علشان نقدم تضحيات في مكانها الحقيقي. ولو لقينا نفسنا ان احنا عمال نبذل في عطاء وفوجئنا ان هذا العطاء لا يذهب لمستحقيه او لا يذهب للمكان الصحيح، نتوقف ولا مانع من ان احنا يعني نتراجع ونشوف ننظر نظره جديده، ولو ان المضحي بيفضل طول الوقت مش قادر ما يبطلش تضحي، هو بيضحي، هو دي حياته. احيانا الناس بتستمتع بالعطاء كمان، يعني افتكر انه الناس المضحيه
هم بيستمتعوا بالعطاء، في ناس بتستمتع بالعطاء، هو ده المردود بتاعهم، ولذلك هم بيستمروا. آه. لان خلاص هم متعتهم يعني ذاتيه، بيجي له متعه ذاتيه لما بيدي ويلاقي ناس مبسوطه وفرحانه وبيخدم ناس، والناس ممكن ما بيحتاجوش الخدمه بالظبط، بيكون هو ده المردود اللي هو مطلوب، هو بيبقى فرحان سعاده جوة. الناس اه سعاده حقيقي. الناس بتبقى هي دي حاجه سعيده، بيبقى نبيل جدا ويبقى حاجه جميله قوي قوي. على فكره حتى لو الناس استغلوه استغلال سيء، هو موجود كل حاجه عند ربنا في الاخر، لازم يبقى عارف كويس قوي ان هو، لان هو مش منتظر اصلا في الدنيا حاجه ولا منتظر، ويمكن يكون مش بينتظر في الاخره، وبيقدم كده لانه هو خلق انسان طيب وتربى على كده. جميل. الشخصيه اللي بتتنازل او الشخصيه المتنازله، هل احيانا ممكن تكون شخصيه وصوليه؟ هل احيانا ممكن تكون شخصيه بتتمتع ببعض الصفات الغير يعني جيده او الغير مفيده بالنسبه للناس؟ هو في بعض المتنازلين بيكون للاسف الشديد بيتنازلوا عن حاجات مهمه جدا لحياتهم لكرامتهم، بيتنازلوا في الكرامه بتاعتهم، بيتنازلوا مقابل اشياء يعني لا ترقى لمستوى انها تحيا في الحياه اصلا يعني. في ناس يعني مثلا لو هنبص مثلا للاخلاقيات، ناس تتنازل تقول انا يعني تعمل حاجات غلط في المجتمع على اساس ان فيها مكسب اكبر، اصلا انا مش هقدر اعيش غير بكده. طب انت كده مش هتوصل عايش. بشكل اكبر هتوصل هتكسب اكتر يعني مثلا التنازل اهم حاجه من في نماذج كده كتيره جدا. التنازل الذي لا بد ان يقف هو تنازل عن الاخلاق. هو ده 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 اساسي. ده اساسي. في تنازلات تانية مثلا يتنازل عن راحته في سبيل اسعاد مثلا ناس، وممكن يكون مش عاوز بس، او في سبيل خدمه ناس بس في مقابل فلوس اكتر، او زي ما قلت مثلا زوجه تسافر مع زوجها بره وتسيب اسرتها اللي بتحبهم وعايشه وسطيهم وكده في سبيل ان جوزها هيكسب. يعني كمان ممكن تتنازل لمصلحه حد يعني ناس تانيين. بس ممكن التنازل ده، في تنازل محمود وتنازل لابد ان يتوقف. يعني كل ما هو له علاقه بالاخلاق، كل ما هو له علاقه بالاخلاق لا يجب التنازل فيه. جميل. انا بشكر حضرتك استاذه حنان على وجودك معانا النهارده، استاذه حنان غزالي مدرب التنميه البشريه، وبنتمنى ان النماذج المضحيه من الناس يكونوا فعلا اكتر، لان افتكر احنا محتاجين لكثير من التضحيات ولو على الاقل في الوقت وفي العمل وفي الجهد علشان نشوف مستقبل احسن. بعد الفاصل نستكمل فقراتنا، خليكم معانا.